أهلا بكم في صدى أقلام جديد، نرصد فيه أبرز ما كتبت الصحف العراقية والعربية والدولية، ونبدأ بعد الفاصل. البداية من صحيفة القدس هيفاء، البداية من صحيفة القدس العربي هيفاء زنقنة، مع الكاتبة هيفاء زنقنة التي تقول: من الصعب تصور انتفاضة تشرين الأول أكتوبر من عام 2019 التي تمر ذكراها الثالثة هذه الأيام بدون الجوانب الإيجابية التي نبعت من صميمها، على الرغم من إجهاضها من قبل ذات القوى التي أراد المساهمون فيها التحرر منها. وكانت تكلفتها البشرية باهظة بكل المقاييس، إذ قتل خلالها 600 شخص وجرح 30,000 آخرين، ولا توجد إحصائيات دقيقة حول أعداد المختطفين والمعتقلين. وأثبت الخزين الفني الهائل الذي أبدعته ساحات انتفاضة تشرين أن الفنون لا تقتصر على النخبة فحسب، بل أنها أرضية خصبة يملكها الجميع لبذر الأحلام والتطلعات وإمكانية تحقيق البدائل. وللحفاظ على هذا الإرث الثمين كذاكرة الشعب، تقع علينا مسؤولية تجميعه وصيانته، ربما كمتحف وطني حي يليق بحياتي وإبداع المشاركين بالانتفاضة وشهدائها، تجمع فيه حتى القنابل الحارقة التي استخدمت لقمع الأصوات الحرة. لعل الجانب الإيجابي الأول هو أنها فتحت المجال خصبا حول قدرة فعل المقاومة على التغيير وإلغاء ما تم تصنيعه وتسويقه بنجاح أحيانا من الطائفية والفروق العرقية والجنسية، فتجسدت في ساحة التحرير قلب بغداد النابض ومنها إلى بقية المحافظات خلال شهور الانتفاضة رغبة الجميع في هدم جدران التمييز الكونكريتية وامتلاك وطن مستقل يتمتع فيه المواطنون جميعا بلا استثناء بالحرية والكرامة والعدالة. أما الجانب الآخر الذي أثمرته الانتفاضة وسيبقى على مر السنين وثيقة للحرية والكرامة الإنسانية الرافضة للقمع والتمييز، وهو الجانب الفني والإبداعي المتمثل بالرسم والموسيقى والشعارات والنكات والمسرحيات والقصائد والتصوير والجداريات والفيديوهات واستخدام التقنية الرقمية وحتى الشعارات الجامعة بين المطالبة بالحقوق والسخرية من الساسة. يقول كاتب عامر القيسي: لست رومانسيا ثوريا لأعتقد أن حركة الاحتجاج التشريني النقية ستحولنا في زمن خارق إلى بلاد سعيدة لا يبحث فيها الفقراء عن لقمة في مزابل البلاد، ولا تصدع رؤوسنا في خطابات الطائفية المبتذلة، ويصوح القانون سيدا سائدا على رئيس الجمهورية كما يسود على شغيلة تشرين. تشرين تؤسس على شغيلة البسطيات. تشرين تؤسس لوعي جماهيري جديد ينفض عن نفسه فوضى الاندفاعات الثورية التي تدفع أثمانا باهظة مقابل مردودات متواضعة يحملونها كل سلبياتها ويصادرون إيجابياتها. وحدة الموقف الجماهيري رغم وجود ساحتين التحرير والنسور، إلا أن الجمهور أثبت عمق وعيه بوحدة الأهداف حين انتقل الكثير من جمهور النسور إلى التحرير بعد قراءة بيان اللجنة المركزية وإعلان انسحاب. أثبت شباب تشرين من النسور قدرتهم على مواجهة قوى القمع السلطوية التي واجهتهم بعنف غير مبرر بمجرد تجاوزهم لحائط الصد الأول. في الأول من تشرين بذكرى الانتفاضة بسنتها الثالثة، أثبتت تشرين أنها استطاعت أن تتجاوز كل محاولات اغتيالها وتقزيمها كفوران شبابي مرة، ومحاولات تسقيطها بأساليب الخبث الحزبية لدى سلطة الفساد والطائفية. ولأول مرة تظهر تشرين خارج الاحتواء السياسي من قبل قوى محسوبة على حركة الاحتجاجات، وأثبتت إمكاناتها الجماهيرية في بغداد وساحات الاحتجاج في محافظات الوسط والجنوب. والتحول المهم أن شبابا من محافظات غربية وشمالية شاركت بذكرى الانطلاقة الثالثة دون تسميات جغرافية أو مكوناتية. في ذكرها الثالثة أفرزت الانتفاضة عناصرها الفوضوية والانتهازية معا،
فطردتهم من ساحاتها كما حصل مع علاء الركابي لتشق طريقا نضاليا يتسم بالواقعية والرؤية السياسية الأكثر قبولا لاستقطاب شرائح اجتماعية جديدة إلى صفوفها، ونجحت في تأكيد نوعية جماهيرها رغم محاولات متواضعة مكشوفة لإضفاء نوع من الدعم من قوى لا ترفضها الانتفاضة ولا تريد أن تكون تحت عباءتها في الوقت نفسه. نشرت مجلة أتلانتيك مقالا للصحفية كيم غطاس، قالت فيه إن هتاف الناس في شوارع بيروت خلال موجة من الاحتجاجات ضد السياسيين الفاسدين في لبنان في تشرين الأول أكتوبر من عام 2019 كانت من طهران لبيروت ثورة واحدة ما بتموت، كان هتافا جذابا وله قافية، وكانت تعبيرا عن شعور جديد مدهش بالتضامن بين أفراد جيل الشباب المتصلين عبر الحدود. لم يكن المحتجون يهتفون دعما للثورة التي حولت إيران إلى دولة ثيوقراطية في عام 1979، بل كانوا يهتفون ضد جمهورية إسلامية تضطهد شعبها في الداخل وتملك نفوذا خارج حدودها. كانوا يستهدفون حكومة أجنبية تدعم الأنظمة السياسية المختلة في البلدان الأخرى حتى تتمكن من التلاعب بها لصالحها، وتنشر الميليشيات بالوكالة التي تمارس العنف من بغداد إلى بيروت ضد أولئك الذين ينهضون ضد نظرة طهران المظلمة إلى العالم. كانت الاحتجاجات في لبنان التي ركزت جزئيا فقط على إيران تحدث في الوقت الذي كان فيه العراقيون يسيرون في الشوارع في جميع أنحاء بلادهم احتجاجا علنا على سيطرة إيران الخانقة على سياساتهم واقتصادهم ومؤسساتهم الدينية. وفي الوقت نفسه احتج الإيرانيون على ارتفاع أسعار الوقود وهم يهتفون الموت للديكتاتور، وأشعلوا النيران في عشرات المواقع الحكومية. منذ عام 2019 تعرضت النجاحات المحلية والإقليمية للجمهورية الإسلامية لضربة قوية وساءت أوراقها في اللعبة الإقليمية. الآن من بغداد إلى بيروت يستكشف المعارضون لطهران إمكانية أن تساعد الاحتجاجات في إضعاف قبضة إيران على ما تعده قواعد دفاعها الأمامية لبنان والعراق وسوريا وإلى حد ما اليمن. حتى الآن في كل هذه البلدان لم يجد أحد آلية محلية للتغلب على إيران، ويمكن لذلك أن يتحقق فقط نتيجة تغيير في طهران. من الصعب قراءة الثورات ومن الصعب توقع نقاط التحول الخاصة بها، كما أن من أو ما يحل محل الدكتاتور تبقى لعبة تخمين. ولهذا السبب غالبا ما يستقر الإجماع الإقليمي أو الدولي على الوضع الراهن، وبينما نشاهد الاحتجاجات في إيران من الأفضل عدم المشاركة في الكثير من التفكير بالتمني حول الزوال المحتمل للجمهورية الإسلامية التي أثبتت مراراً دهاءها واستعدادها لاستخدام القوة المميتة للبقاء في السلطة. حذر البنك المركزي الأوروبي من أن النظام المالي في منطقة اليورو يواجه مخاطر شديدة نتيجة الفوضى التي تجتاح الأسواق العالمية، حيث كشفت ألمانيا عن حفل اقتراض بقيمة 200 مليار يورو 177 مليار جنيه استرليني، وطلبت المؤسسة من بنوك المنطقة الاستعداد للاضطراب المالي الناجم عن الانخفاضات الهائلة في الاستثمارات والكارثة المحتملة في سوق المنازل. وقال مراسل صحيفة ساندي تيليغراف توم ريس في مقال تحت عنوان منطقة اليورو تواجه خطر الانهيار المالي في ظل انتشار الفوضى بالأسواق، إن موجة جديدة من بيع الأسهم ضربت في جميع أنحاء العالم اليوم، وواصل مسؤول البنك المركزي تأجيج التوقعات بزيادة أسعار الفائدة القوية لتهدئة التضخم الحاد مع انخفاض الأسهم الأمريكية بنسبة 2% إلى أدنى مستوى لها منذ نوفمبر عام 2020. التقلبات الأخيرة في الأسواق جاءت في الوقت الذي اتجهت فيه ألمانيا إلى خطة بريطانيا للتخفيضات الضريبية الممولة بالديون، في الوقت الذي سعت فيه إلى منع اضطراب السوق من الانتشار استجابة لدعم فواتير الطاقة.
الآفاق الاقتصادية القاتمة والقيمة المتدنية للاستثمارات هي التهديدات الرئيسة للنظام المالي في منطقة اليورو. البنك المركزي الأوروبي لن يكون أمامه خيار سوى أن يتبع سياسات بنك إنجلترا نفسها بالتدخل لمنع كارثة بالأسواق، إذ إن الضغوط داخل النظام المالي للتكتل قد تؤدي إلى أزمة ديون خلال أسابيع. وقال كريستوفر ديمبك رئيس أبحاث الاقتصاد الكلي في بنك ساكسو إن التوتر يتصاعد في أسواق الائتمان العالمية وخاصة في منطقة اليورو. نحن في موقف قد تتعطل فيه الأسواق بسهولة، ونحن لا نستبعد تدخل بنوك مركزية أخرى مثل بنك إنجلترا إذا ما واصلت الأحوال المالية التدهور. وحذر المشرعون الأوروبيون من مخاطر جسيمة على الاستقرار المالي من ركود في الأسواق العالمية ومشاكل في سوق الإسكان في منطقة اليورو. نشرت مجلة بوليتيكو تقريراً أعدته باربارا موينز وكورين لوس هيرش، قال فيه إن جماعة اليمين المتطرف في أوروبا خرجت من دائرة الغضب لكي تصبح جزءاً من التيار السياسي الرئيسي في بلادها، فبعد عقود من تجاهلها كحركات سامة حققت هذه الأحزاب انتصارات واسعة في العام الجاري وتحولت إلى جزء من العملية السياسية في بلادها. وقال الكاتبان إن جماعة اليمين المتطرف اقتحمت الميدان السياسي وحققت الانتصار في إيطاليا بعد فوزها أيضا في السويد وفرنسا. وعلقت زعيمة التجمع الوطني المتطرف في فرنسا ماري لوبون بالقول في كل مكان بأوروبا هناك تطلع لتولي مصيرهم بأيديهم. ويتابع الكاتبان بالقول لكنك لو اعتقدت أن هناك موجة جديدة من اليمين المتطرف الراديكالي تجتاح أوروبا فأنت مخطئ، فهناك أمر آخر يجري. وفي تحليل لبيانات استطلاع أجرته مجلة بوليتيكو كشف أن أحزاب اليمين المتطرف على حافة زيادة دعمها بنسبة مئوية واحدة في الفترة ما بين الغزو الروسي لأوكرانيا في شباط فبراير وحتى اليوم. نظرت بوليتيكو للمعدل ومستوى الزيادة لكل الأحزاب في جانب اليمين المتطرف بالبرلمان الأوروبي التي تقدم نفسها ضمن إطار الهوية والديمقراطية المحافظون والإصلاحيون الأوروبيون، أو تلك الأحزاب غير المنضوية تحت لواء الأحزاب اليمينية المتطرفة. وأظهرت النتائج الإجمالية أنه لو زاد الدعم لأحزاب اليمين المتطرف فإنه قد حدث على مدى عدة سنوات، فديمقراطيون سويديون ظهروا على المشهد السياسي بقوة في انتخابات 2014 عندما نما الدعم للحزب من 10% إلى 20%، وهي النسبة نفسها أي خمس الأصوات التي حصل الحزب عليها في انتخابات العام الحالي. أما حزب البديل الألماني فقد نما سريعا في 2015 و2016 ووصلت شعبيته إلى 14% وبناء على متابعة بوليتيكو. وغير الناخب الإيطالي موقفه من حزب يميني متطرف لآخر، وانتقلت أحزاب اليمين من الهامش إلى التيار الرئيس، ولم تؤثر في المركز السياسي فقط إنما دخلت ميدان السلطة. وتقول كاثرين ثورفيلسون الباحثة في مجال التطرف بجامعة أوسلو هناك عملية تطبيع لأحزاب اليمين المتطرف بكونها جزءا عضويا من المشهد السياسي تم قبولها من الناخب وكذا الآخرين أي الأحزاب التقليدية، ولم يعد التعاون بين أحزاب يمين الوسط واليمين المتطرف أمرا محرما. لرسوم الكاريكاتير أسلوبها الخاص في رصد الواقع.
أخذ الرسام الستيني الأردني أحمد محمد الخطيب 62 عاماً على عاتقه ألا يبخل بخبراته الفنية على الراغبين في اكتسابها، فحول بيته إلى معرض للوحاته ومرسم لتعليم الطلاب. المحترف، هذا هو الاسم الذي أطلقه الخطيب على منزله في منطقة كفر سوم التابعة لمحافظة إربد شمالي الأردن. ولد الخطيب في مدينة أريحة الفلسطينية، وأكمل دراسته في الفلسفة والدراسات الاجتماعية من جامعة دمشق السورية عام 1982، وعمل في الأردن في شركات خاصة إلى أن بلغ سن التقاعد. وبدأ الستيني الأردني موهبته الفنية عام 1973 من خلال نشاطات مدارس وزارة التربية والتعليم، وركز في لوحاته على جمال طبيعة المنطقة التي يعيش فيها والخضرة الدائمة لأشجارها. تلقى الخطيب أساسيات الرسم على يد معلم كان يدرسه الفن في المرحلة المدرسية يدعى علي العقرباوي في سبعينات القرن الماضي. كأن الجوع قدر الصوماليين، ولا تتوقف المنظمات الدولية عن التحذير مما سيعانيه أهالي البلاد في حال عدم الحصول على مساعدات إغاثية عاجلة. هكذا يبدو التاريخ مصرا على الثبات في المكان الذي لا يشهد مجاعته الأولى. وبحسب تقديرات مكتب الأمم المتحدة في الصومال، يواجه نحو 7,800,000 نازح صومالي نقصا حادا في الحصول على الأغذية، من بينهم 5,000,000 نازح بحاجة إلى مساعدات إغاثية عاجلة، كما أن 2,000,000 معرضون للموت جوعا إذا لم تباشر المنظمات الدولية تقديم مساعدات إغاثية فورا. في السياق نفسه، أعلن رئيس مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية مارتن غريفيث مؤخرا أن الصومال على حافة المجاعة، موجها تنبيها أخيرا قبل كارثة قد تحل على البلاد بين أكتوبر تشرين الأول وديسمبر كانون الأول. حذر بأن الكارثة ستصيب منطقتي بيدوة وبور هكبة جنوبي البلاد، وبعد تحذيرات أطلقتها منظمة الأمم المتحدة للطفولة يونيسيف من أن أجزاء من البلاد ستتعرض للمجاعة خلال الأشهر المقبلة. أكدت ممثلة المنظمة في الصومال وفاء سعيد أن التقارير الصادرة عن المنظمة أفادت بأن نحو 730 طفلاً لقوا حتفهم في مراكز التغذية في أنحاء البلاد بين كانون الثاني يناير وتموز يوليو من هذا العام، لكن الأرقام قد تكون أكبر لأن العديد من الوفيات لا يبلغ عنها. والآن أدعوكم لمتابعة هذا الفيديو الذي اخترناه لكم من مواقع الصحف. يعتبر معرض الكتاب العربي الذي تنظمه جمعية الثقافة العربية في دورته الحالية المعرض الأهم لعرض نتاجات الثقافة العربية، وبالأساس أيضا لعرض نتاجات المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات. أنا برأيي أن هذا المعرض خطى خطوة كبيرة إلى الأمام في سياق تسويق الثقافة وتسويق الإنتاج الفكري بين صفوف الفلسطينيين في أراضي 48 وفي فلسطين عامة. اليوم هو اليوم الأخير من معرض جمعية الثقافة العربية للكتاب بنسخته الرابعة بعد نجاح 3 مواسم. هاي السنة في نجاح متزايد للمعرض بسبب الكم الهائل من الكتب، أكثر من 5,000 كتاب، أكثر من 1,000 عنوان، اللي هي غطت أكثر من شريحة معينة من خلال الأدب والشعر والأدب المترجم، مراكز الدراسات والفنون والشعر وغيرها. هاي السنة أيضا كان اللافت حضور شرائح متنوعة من الأطفال والعائلات اللي شاركت في خلينا نسميه مهرجان من الندوات، 6 ندوات من بينها برنامج كان للأطفال وأيضا عرض فني موسيقي.
فتحول المعرض من معرض الكتاب لمهرجان ثقافي واسع في حيفا، اللي اليوم دور النشر كثير من العالم العربي تتواصل معنا لحتى نقدم إصداراتها. في الختام أشكر لكم حسن المتابعة، أستودعكم الله.